جميع دول العالم التي تحترم مواطنيها وتوفر لهم جميع الخدمات لا تعرف اختراعا اسمه توزيع نصف كيلو عدس في رمضان. هذا الاختراع الذي يقوده مجلس وزراء يقبض أعضاءه بداية كل شهر رواتب خيالية بحجة أنهم يسهرون على راحة هذا الشعب. من يضع حداً لتلك القرارات المضحكة التي يصفق لها برلمان يرتدي رئيسه محمد الحلبوسي حذاء يتجاوز سعره $1,000 ويركب ساسته ومسؤوليه سيارات مصفحة بملايين الدولارات؟ من جديد نعود إلى نقطة الصفر ونبدأ من أول السطر مع مهلة 100 يوم التي أطلقها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من أجل أن نلقي وراء ظهورنا 15 عاماً حلمنا خلالها بعراق جديد فإذا به لم يتغير وهو يشبه عراق عياد علاوي وعراق إبراهيم الجعفري وعراق نور المالكي ثم عراق عادل عبد المهدي. لننتظر 100 يوم أخرى وكما يقول أبو المثل خيرها بغيرها. تخيل عزيزي المشاهد، لم يصدر حتى هذه اللحظة حكم حقيقي على رمز من رموز الفساد. دعك من الحكم الكوميدي الذي صدر على النائب جواد الشهيري عندما تم تغريمه 200 دينار عراقي حدا ونقدا في قضية فساد نهبت فيها ملايين الدولارات. ما يصدر من قضايا فرعية على موظفين بسطاء. نحن نتحدث عن الفساد السياسي والمالي مهد للاستيلاء على كراسي السلطة بالتزوير والتهديد والانتهازية والحيلة وتوزيع سندات أراضي مزورة.